إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، أرجو أن تسعدوا معي بأمسية الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكره تتنزل الرحمات، وبشكره تزيد الخيرات، والصلاة والسلام على فخر الكائنات وسيد السادات، إمام المتقين وشفيع المذنبين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الغر الميامين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجر، فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ونظر ما لم ينظره الكليم، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهالي قرية مسهلة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد سيدي محمد الخضري بقرية مسهلة مركز طنطا بمحافظة الغربية. معنا من قراء الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومعنا متحدثا الشيخ أحمد عبد الحفيظ الغريبي، ومبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد. أيها الأحباب، نبدأ فقرة أمسية الليلة بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم، منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المشركين كافة
Yeah.
إِلَّا
صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، وأنت أصدق القائلين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي من هنا من هذه الرحاب، رحاب مسجد سيدي الشيخ محمد الخضري بقرية مسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نستكمل مع حضراتكم فقرات أمسيتنا ونبقى مع هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد عبد الحفيظ الغريبي إمام وخطيب المسجد. إن الحمد لله تعالى نحمده، الحمد لله مبدع الأكوان فوق النهى ومدارك الأذهان، أسماؤه الحسنى صفات كلها والوصف فوق ذات والإمكان. موسى الكليم اشتاق لرؤية ربه فأجابه القهار بالبرهان، أن انظر إلى الجبل الأشم فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل خر الكليم مع الأشم وسبح الاثنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا ولد له، ولا صاحبة له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد المتقين وقائد الغر المحجلين. وأصلي وأسلم على الآل والصحب الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم وقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، سمعنا واستمتعنا بالقرآن العظيم مع مشهد من أجل المشاهد القرآنية الرائقة، مع مشهد من مشاهد الهجرة لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. تعلمون أن الله جند لنبيه جنودا نراها وجنودا لم نراها، حتى جعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ومع ذلك أخذ الحبيب المصطفى بعوامل نجاح هجرته، فاستخلف عليا مكانه، حتى إذا نظر المشركون من ثقب بابه ظنوا أنه لا يزال في فراشه، ويخرج المصطفى من بين أيديهم يحس على رؤوسهم التراب وهو يقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. يقول أهل السير: ما من رجل وقع التراب على رأسه إلا وكان من قتل يوم بدر بعد ذلك. وصدق الله العظيم إذ يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أراد المشركون شيئا وأراد الله تعالى شيئا آخر، فانصرف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى دار رفيق دربه أبا بكر ليخرجا سويا تحت جنح الظلام قبل أن يطلع الفجر إلى جبل ثور، حيث غار ثور. اسمع أخي في الله، بينما النبي عند الغار هو وصاحبه، يقول الصديق أبا بكر: والله لن تدخل الغار يا رسول الله حتى أدخله قبلك فأؤمنه لك. انظر إلى الصديق وما أدراك ما الصديق. يدخل أبا بكر فيجد في الغار ثلاثة شقوق، منها شق كبير، فيقطع من ثوبه ويسد هذا الشق، ويبقى شقان فيضع فيهما قدماه
ويقول ادخل آمنا مطمئنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيدخل النبي ومن آثار المسير والتعب ينام على رجل الصديق ويغط في نومه، ومعه السكينة ومعه التأييد والنصرة. فإذا بالصديق قد لدغ فلم يتحرك حتى لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ نزلت دموع الصديق من شدة الألم على وجه المصطفى، فانتبه النبي قائلا ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فتفل النبي في كفه الشريف ثم مسح لدغة الصديق فبرئ بإذن الله على الفور. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذ العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. بينما النبي وصاحبه في الغار يأتي المشركون عند باب الغار فيرتجف الصديق خوفا على نبيه ويقول يا رسول الله، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس عن أبي بكر قال قلت يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، وفي لفظ لأبصرنا. اسمع إلى النبي وهو يرد عليه فيقول يا أبا بكر كيف باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وينزل القرآن يسطر هذه الكلمات الخالدة لتقرأ في المحاريب إلى يوم القيامة. يقول الله جل وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وينطلق المصطفى بتأييد ربه ومعية ربه، وكما يقول القائل من فوق أسوار المستحيل قد يعبر الممكن، ومن أسود ساعات الليل ظلمة ينبثق نور الفجر، ومن قلب أعماق اليأس ينمو جنين الأمل. وأحسن منه قول ربنا تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فينطلق النبي مع صاحبه إلى أرض يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فيمر في طريقه بخيمة أم معبد. وما أدراك ما أم معبد؟ هي امرأة جلدة تحتبي في خيمتها تسقي وتطعم من يمر بها. فسألاها أي النبي وصاحبه هل عندك من شيء يا أم معبد؟ اسمع إلى هذا الحوار الذي كان بين النبي وأم معبد. يقول هل عندك من شيء يا أم معبد؟ تقول لو كان عندنا من شيء ما أعودكم القرى والشاة عازب، يعني ما أحوجكم أن تطلبوا الضيافة. فنظر المصطفى في جانب من جوانب الخيمة فوجد شاة هزيلة، فقال ما هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد عن الغنم. فقال المصطفى أتأذنين لي أن أحلبها يا أم معبد؟ قالت إن رأيت بها لبنا. فإذا بالنبي يأتي بهذه الشاة ثم يمسح ضرعها ويسمي الله ويبارك، فدرت واجترت. فدعا النبي بإناء من عند أم معبد فأوتي له به فحلب بأبي هو وأمي حتى علت رشوة الإناء. فأسقى أم معبد وسقى من حوله من رفقائه. فقال الصديق لم يبق إلا أنت يا رسول الله. يقول الصديق فجعل النبي يشرب حتى رويت، وكأن الذي ينزل في بطن النبي هو الذي ينزل في بطن الصديق رضي
الله عنه. صور جميلة بين النبي وصاحبه. ثم ينصرف بأبي هو وأمي إلى أرض يثرب، فيعود أبو معبد يسوق أمامه أعنازا عجافا، فيرى عند أم معبد من اللبن الشيء الكثير، فيقول: من أين لك هذا يا أم معبد؟ فتقول: اسمع، مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا وحاله كذا وكذا، وكان قد تركنا وأنت ترى من الخير ما بنا. فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته هذه المرأة اللبيبة بأحسن ما تصف النساء الرجال، فقال: والله إني لأظنه صاحب قريش الذين جدوا في طلبه، والله لئن أدركته لأصحبنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وينطلق النبي في رعاية ربه وكلاءته وحفظه إلى ماذا؟ إلى أرض يثرب، فيدخل قباء فيمكث بها 4 أيام، ثم يدخل إلى بني النجار، ثم تدخل ناقته وتبرك مكان المسجد النبوي المبارك، ثم تقوم الناقة، ثم تعود وتروح وتعود في مكانها الأول. فيحاول كل صحابي من الأنصار أن يأخذ بناقة النبي تجاه داره. اسمع، فيقول النبي: دعوها، إنها مأمورة والمرء مع رحله، والمرء مع رحله. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من أرض مكة المكرمة إلى أرض المدينة المنورة، في حفظ من؟ في كلاءة من؟ في كلاءة رب العالمين. أسأل الله من المكان هذا المبارك أن يحفظ بلد الحرمين الشريفين، وأن يحفظ بلدنا مصر خاصة، وكيف لا، والله تعالى ذكرها في القرآن في غير ما موضع، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، ولكم فيها ذمة ورحمة، ولكم فيها عدة وأعوانا في سبيل الله. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. أدعوك يا رب أن تحمي مرابعها، أدعوك يا رب أن تحمي أراضيها، أدعوك يا رب أن تحمي شبابها، أدعوك يا رب أن تحمي جيشها، أدعوك يا رب أن توفق ولاة أمورها. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بحق الصلاة والتسليم على نبيك، أن تكثر بها أرزاقنا، وأن تطيب بها عيشنا، وأن تستر بها عيوبنا، وأن تبيض بها يوم العرض عليك وجوهنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها الذنوب، وتستر بها العيوب، وتفرج بها الكروب، وتقضى بها الحاجات، وترفع بها الدرجات. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الكلمة الطيبة التي جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة، والتي ألقاها علينا الشيخ أحمد عبد الحفيظ الغريبي من علماء الأزهر والأوقاف، من هنا من رحاب مسجد سيدي الشيخ محمد الخضري بقرية مسهلة مركز طنطا بمحافظة الغربية. أيها الأحباب،
نرفع كف ضراعة إلى الله سبحانه ونبقى مع الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. Thank you.
من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد من هنا من رحاب مسجد سيدي الشيخ محمد الخضري بقرية مسهلة مركز الطنطا بمحافظة الغربية. حتى نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله، لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.